لك النهاردة في بدء مشروع، حاسة انه في يوم من الايام لما يكون احفادك عندك هتقولوا انه في يوم من الايام كنت موجودة في اليوم ده بداية المشروع، احساسك ايه في اليوم ده؟ لا احنا دايما واحنا لما كنا في المدرسة وبنقرأ التاريخ وكده وكنا بنشوف عظمة جدودنا وعظمة يعني المصريين القدماء وعظمة حفر قناة السويس وقد ايه راح 100,000 مواطن مصري، ممكن يكون جدي جدك جد احد المستمعين احد الموجودين النهاردة بيحتفلوا الكلام ده كله. فكنا واحنا بنقرا التاريخ كده واحنا اطفال صغارين كنا نقول يا ايه المكانة الكبيرة اللي كانوا فيها جدودنا دول، ايه سبحان الله التاريخ بيعيد نفسه. حاسين ان احنا دلوقتي يا رب بعد 100 سنة 200 سنة لما ولادنا يقروا التاريخ يقولوا الله على التعامل من جدودنا. فهو ده يعني الحمد لله، وان شاء الله بإذن الله يعني تبقى فتحة خير على مصر وتبقى شوفي بداية الألف ميل بتبدأ بخطوة، وأنا على ما أعتقد أن بداية خطوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هتبدأ من قناة السويس، لأن إن شاء الله قناة السويس والتوسع اللي يحصل في قناة السويس والتنمية اللي هتحصل في قناة السويس لا تقل عن سنغافورة دبي، يعني أنا حاسة أنها تبقى بلد عظيمة من يعني طول عمرها مصر عظيمة، لكن المنطقة دي هتخلي موقع مصر الاستراتيجي أقوى بكتير من الأول. يا رب إن شاء الله.